طبعا هذا القرار سيبدأ تنفيذه كما ذكرتم في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو يلاقي ما قررته الهيئة العامة لمجلس النواب خلال إقرار الموازنة حول اعتماد سعر دولار الجمركي ب 15,000 ليرة لبنانية. تداعيات هذين القرارين سوف تتضح مع مرور الوقت في خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولو أن خبراء اقتصاديين وماليين يتوقعون أن تؤدي هذه القرارات إلى ارتفاع في نسبة التضخم المرتفعة أصلا في لبنان. ولكن يعني من الواضح أن حكومة تصريف الأعمال تريد أن تلبي على طريقتها وبما أمكن من خطوات مطالب صندوق النقد الدولي، لأن الصندوق كان قد طلب بوضوح أن يتم توحيد سعر الصرف في لبنان. الآن اعتماده على 15,000 ليرة يعني أنه الدولار الجمركي 15,000 وأيضا سعر الصرف الرسمي 15,000، ولكن ذلك لا يعني أبدا أن سعر الدولار في السوق السوداء سوف يتأثر، ربما يستمر في الارتفاع. هو لامس اليوم 38,000 ليرة لبنانية. ولكن ماذا سيتحقق نتيجة ذلك؟ الدولة سوف تحصل على المزيد من الإيرادات بالليرة اللبنانية، والأمر سينعكس على التجار وعلى رأس مال الشركات التجارية بالليرة اللبنانية، حيث سينخفض هذا الرأس مال بشكل كبير. وأيضا الانتقاد لهذه الخطوة بأنها لا تترافق مع الخطة الإصلاحية الشاملة التي من المفترض أن تتقدم بها الحكومة، وهي تأخرت كثيرا ولم تتقدم بها حتى الآن. فلو كان هذا الإجراء يأتي من ضمن خطة إصلاحية شاملة لكان أفضل بكثير بالنسبة إلى المالية اللبنانية وبالنسبة إلى التأثيرات على الشعب اللبناني. هذه الخطوة لا بد منها، ولكن لم تأتي مدروسة بشكل كاف حتى تكون التأثيرات تلاقي الإصلاح المطلوب. إنما يبدو أن وزارة المالية ومصرف لبنان وحكومة تصريف الأعمال يعني يتركون للسوق للنظام المالي في لبنان أن يصحح نفسه بنفسه من خلال هذه الخطوات المتقطعة والتي لا تأتي من ضمن خطة. طيب كلودي، في تطور سياسي، ماذا عن دعوة رئيس البرلمان اللبناني لانعقاد جلسة غد لاختيار رئيس للبلاد، رغم أننا نعرف أن هناك غياب توافق حول اسم موحد لرئيس الجمهورية؟ يعني هل يخشى من وجود فراغ ما بعد أزمة الحكومة؟ طبعا يعني نحن نتجه إلى هذا الفراغ. جلسة يوم غد هي تؤكد بأن أو تعكس رغبة رئيس البرلمان بأن يلبي هذه المتطلبات الدستورية بأن تعقد جلسات انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون. تنتهي ولايته في 31 من أكتوبر المقبل، وقبل شهرين تبدأ المهلة الدستورية. من ضمن هذه المهلة تأتي هذه الخطوة التي توصف أيضا بالدستورية بالدعوة إلى جلسة الانتخاب. غالبية الكتل النيابية أكدت حضورها هذه الجلسة. قبل قليل أعلن التيار الوطني الحر أنه سيحضر ولكنه سيصوت بورقة بيضاء. الكتل النيابية المعارضة الأخرى مثل كتلة القوات اللبنانية أيضا أعلنت أنها ستحضر. كتلة اللقاء الديمقراطي تعقد اجتماعا هذا المساء لتقرر موقفها. كتلة حزب الكتائب اللبنانية لم تحسم موقفها بعد. كتلة نواب التغيير تتجه إلى المشاركة في هذه الجلسة أيضا، وربما تطرح مرشحا واضحا من خارج الاصطفاف السياسي. والكتل الموالية الأخرى كتلة حركة أمل، كتلة حزب الله، هذه الكتل بالطبع سوف تحضر. ما يرجح أن يحصل النصاب المطلوب، أي 86 نائبا سيحضرون الجلسة، ولكن بالطبع لن يكون هناك انتخاب لرئيس جديد للجمهورية بحسب التوقعات الراهنة. كما ذكرت ليس من توافق، ولم يعلن أحد مرشحه الرسمي حتى الآن، لا من جانب الكتل الموالية ولا من جانب الكتل المعارضة، علما بأن معلومات أشارت بأن الكتل المعارضة تسعى لأن تتفق على مرشح واحد، ولكن مر كل الوقت السابق ولم يتم الاتفاق، ولعله أيضا يعني لن يبقى وقت قصير ليتفقوا قبل جلسة يوم غد. في أي حال يمكن وصف جلسة يوم غد
بأنها ستكشف النوايا، توضح المواقف، توضح خريطة انتخابات رئاسة الجمهورية بشكل أولي، لأن الصورة تكتمل عندما يحصل أيضا تأثير خارجي وإقليمي على هذه الانتخابات، ويحدد حينها كل فريق موقفه بشكل نهائي.